كنطلبوا المواطنين يتعاونوا معنا ويديروا الزبل في الباستيكا ويسدوها مزيان، وحنا غنضحيو بكل شيء حتى يفوت هذا الوباء. وكنطلبوا من المواطنين يبقاو في ديورهم، لان هذا هو الحل الوحيد باش نفوتوا هذا الوباء في اقرب وقت ان شاء الله. كنطلب من الاخوان واحد النصيحه، الله يرحم بها الوالدين. حنا كنضحيو من اجل اولادنا ومن اجل الوطن ديالنا على هذا الوباء هذا تيهز علينا الله ان شاء الله في اقرب وقت. كنطلبوا من الاخوان يتعاونوا معنا وميبقاوش يسيبوا داك كنينيكس وداك بزاف ديال المسائل اللي كيكون حامله الفيروس وكتسلح في الارض بزاف. كنطلبوا من الاخوان يتعاونوا معنا ويلتزموا البيوت ديالهم. كنطلب من المواطنين يجلسوا في ديورهم يعاونونا. حنا كتشوفوا كنضحوا بحياتنا وبكل شيء، كنمشيو عند ولادنا، ما خصناش نديو شي حاجه لولادنا ونديو وما يبقاوش يرموا لنا الوانطيس والكمامات في الارض، حيت كان كيكون فيهم واحد هذا، ما خصناش نلصقوا فينا شي حاجه باش من ونتمنى منهم يبقاو في ديورهم. شكرا.